مرحبا. اللقاء بكم يتجدد أسبوعيا، وبكل مرة نسعى لتقديم شيء جديد. رحلتنا هذا اليوم تشمل عدة عواصم عربية بالإضافة إلى مدن عراقية تزهو بالنشاطات الفنية أسبوعيا، وأكيد ما نسينا أخبارنا الفنية السريعة واستضافتنا المطولة لأحد الفنانين. وأحلى خميس ويا تراتشي. مراسلنا عماد هواري التقى ماجد المهندس قبل حفلته الأخيرة بالقاهرة أثناء قضاء لفصل الصيف بمصر. ماجد غنى للجمهور اللي جاي حتى يسمع من الخليج والعراق من مجموعته الغنائية الجديدة اللي أصدرها مؤخرا، واللي من بينها أنا بلياك تحبك روحي هدوء تناديك. ماجد من خلال اللقاء تحدث عن أعمال جديدة يحضر لها بالفترة المقبلة، وعن حفلاته اللي راح تشمل لندن واللي من المقرر أن يحييها يوم 7 آب المقبل، بالإضافة إلى حفلة قبرص يوم 13 آب. المهندس احتفل بعيد ميلاد مدير أعماله الشاعر والملحن فائق حسن خلال الحفل اللي ألهب حماس الجمهور الحاضر. ليش بتحب هيك محبينك بضلوا محاوطينك يعني ما شاء الله، وبأي بلد مش بس الفانز حتى اللي بالإعلام بالفان دايما حواليك هيك وبيحاوطوك، دي بيعطوك باور قبل الحفل هيدا؟ أنا سعيد بتواجدهم اليوم، خاصة حبيبي أستاذ حيدر من كبار إعلاميين العراقيين بالعراق الحبيب وملحن العراقي الكبير لأكثر من رائع العراقي العربي أستاذ علي بدر، نوروني اليوم شرفوني، أكيد ينطوني دعم معنوي كثير كبير. أحس أنه أنا بين أهلي وأصدقائي وأخواني، أحس براحة هيك بوجودهم قبل لا أطلع على المسرح، يمكن من غيرهم تلقاني شوي متوتر أكثر، مثل ما قلت لك من أكثر الملحنين العراقيين المبدعين، وتجمعني به الحمد لله علاقة تمتد إلى سنين طويلة، صار يفهم ماجد يعني شي يحب، لذلك تحس لما يسوي عمل على طول يعني يقول لي ماجد هذا حاسة أنت، عندنا أغاني من أجمل أغاني اللي أنا أجتني بهاي الفترة بصراحة، يمكن طولت على أبو حسين شوية بس إن شاء الله بقرب فرصة راح تنطرح هذه الأعمال بإذن الله. السلام اللي افتقدناه بالفترات الأخيرة إن شاء الله رب الأيام الجاية تحمل معاها الكثير من الأمان والأمل والتفاؤل. إحنا شعوب نستحق الحياة، شعوب لازم نعيش حياة كريمة ونعيش حياة أفضل، الحياة لازم تستمر ولازم نقدم أفضل ما عندنا إحنا كفنانين حتى يعني نطلع هالناس من يمكن من الوضع شوية اللي جاي نعيشه بالفترة الأخيرة. على حد أنا من عشاق القاهرة الحبيبة ومن بداياتنا يعني بدايات نجاحنا الحمد لله سوينا حفلات بها من 2005 واستمرينا كل سنة تقريبا حفلتين، قطعنا فترة 3 سنين بسبب الظروف والحمد لله رجعنا من السنة اللي فاتت، ويعني القاهرة معروفة بحفلاتها الجميلة اللي تضم يعني جالية عربية كبيرة، جمهور عراقي وجمهور خليجي وجمهور مصري متواجد يعني دائما، ومثل ما شايفين يعني أحلى شيء بالقاهرة سهرها للصبح، وبعد القاهرة هناك قبرص هناك لندن شربوا له أحسن مني بهاي المواعيد، والله أتصدق أنا ما أعرف يعني هسه قبل شوي قاعد أسأل الشباب لندن أي تاريخ بالضبط،
باللون. 7 أغسطس كونوا بلندن. يعني إن شاء الله رب الله يوفقنا يا عماد، وإن شاء الله نقدر الله يوفقنا بإذن الله ونقدر نقدم أحلى ما عندنا ونرضي الناس يا رب بإذن الله. وما ننسى عنا كمان بشهر أغسطس أطلع لي حلوة للمرة الثانية بنجاح كبير بأبرص بالمرت رويال. إن شاء الله يا رب، يا رب الله يوفقنا بيها إن شاء الله يا رب. بدنا نقول لك ألف مبروك، فيدباك رائع وأعداد كتير كبيرة اللي حققها كليبين أنا بلياك وحشتني هالرائع اللي وقعه المخرج فائق حسن. يعني قديش مش بس بالكلام الحلو بتغني له، كمان بيعطيك صورة وتاتش ما شفنا حدا بيعطيك إياه. الحمد لله، يعني مو غريب على فائق، فائق أبدع بكذا كليب من قبل وصار فاهمني، صار عارف شريد، والحمد لله التوفيق من رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. هدي نجاحك لمين؟ أهدي لكل واحد واقف وياه أكيد، أول شي روتانا وبعدين كل المقربين وكل اللي بساعدين بنجاحي. ببغداد وعلى المسرح الوطني انعرضت المسرحية الشعبية الكوميدية بوجو حلال للمخرج حيدر منعثر. المسرحية من تأليفه وإخراجه وإنتاج الفرقة الوطنية للتمثيل بدائرة السينما والمسرح بالتعاون مع شركة فنون الشرق الأوسط للإنتاج والتوزيع الفني. قام بأداء أدوار المسرحية نخبة من نجوم الكوميديا العراقيين، منهم عبد الرحمن المرشدي، سعد خليفة، زهور علاء، طلال هادي، شيماء رعد، علي قاسم الملاك، دزدمونة وآخرون. المسرحية تمثل جبهتين، الأولى المواطن المتفرج اللي يشعر باللا جدوى هو وأحلام الضايعة، والثانية جبهة المتنفذين والمتسلطين واللي توقف مثل جدار مانع يمنع تحقيق الأحلام البسيطة للإنسان. مراسلنا ببغداد قحطان عدنان حضر جانب من المسرحية ووافانا بهذا التقرير. الشعر عندي موهبة موهبة موهبة، صدقوني بتكي داني أكتبه تكتبه. القصيدة عندي مرة أكيد أنا صدق الأمر. حسن شلون مرة؟ لا لا، مرة مرتبة ومرة غورينا مدبدبة. حقيقة مسرحيتنا مسرحية اسمها بوجو حلال، نقول للعالم بحسرة طبعا، لأن البوجو محرم إسلاميا دينيا دوليا عالميا إنسانيا، إلا هنا حلل بالعراق حلل، ولذلك البوج صار فرهود مثل ما يقول. مسرحيتنا تعالج الواقع العراقي، تحاكي الوجع العراقي ما يدور في الساحة العراقية، دغدغ مشاعر المواطن، هموم المواطن. مسرحية اجتماعية نقول عليها، اجتماعية ناقدة ساخرة. أنا شخصيتي يعني شخصية حلوة تطلع حبيبة البطل، بس يعني رغم تمر بظروف صعبة وفقرها وها، يعني أكو ناس يقدمون تنازلات من أجل المال ومن أجل أشياء أخرى، فهي تكون يعني ضحية المجتمع كله. عيني ست مالحة ما راح أشلنك لك أولبان من عمارة يا أبو أش اسمه مالح يا أشتطع شجلمة طبعا مالحة لهم أسمعي مالحة عيني مجدان اعتبرين المشوار وعنا بشاربج امشي لك أستاذ، أنت كل المصايب من جوا راسك امشي. عيني أنا بس هي التجربة بحد ذاتها. بصراحة شخصيتي بهذه المسرحية حبيتها جدا لأنه هي قريبة من عندي،
وبعد الاتفاق مع الدكتور حيدر حول خيوط هاي الشخصية وصلنا إلى النتيجة النهائية اللي راح تطلع بها الشخصية واللي إن شاء الله أنتوا راح تشوفوها ويشوفها الجمهور. خيّا مقدر على الفرق ويدكت صح جسو بالزف 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 يا رايح من الفرجة بالزف بالزف أخذ وياك الجنطة بالزف بالزف عيط لا تعيط لي بالزف معقولة يا ساعة. حقيقة إحنا هسه الآن غايتنا نزرع الضحكة والابتسام والسعادة شعبنا العراقي. حقيقة هذا الشعب العظيم اللي هالحضارة والتراث الجميل يعني هو اسمه دار السلام يعني، ويا رب إن شاء الله يبقى دار السلام وينشر السلام إن شاء الله. طبعاً أنا أقدم شكري وتقديري للشرقية واللي يعني إنه تتواكب هذا العمل وفي هذا الظروف. الفريق العمل أنا يعني أختار فريقي دائماً بعناية، لأن فنان المسرح هو غير فنان التلفزيون، هو غير فنان السينما. فنان المسرح يحتاج إلى مطاولة وإلى قدرة على التواصل وعلى قدرة على أن يستطيع أن يضيف للمسرحية يومياً بحدود المعقول والمنطق وضمن حدود الرؤية والتصرف. هذه المسرحية ما أخفي سر إذا قلت إنني يعني كتبتها وحطيت الأوتلاين إلها في المملكة المغربية في أحد المقاهي، كنت جالس وأسمع أخبار العراق يعني قبل أكثر من 9 أشهر، ووضعت الأوتلاين الخاص بها وكتبتها وجيت الحمد لله يعني هنا ونفذناها. يشترك معي نخبة منهم من نجوم المسرح تقريبا الشعبي الجماهيري اللي يريد أن يعود الآن للناس وللعائلة، والحمد لله جمهوري أنا معروف وكل من العوائل الكريمة اللي تتفضل. تأليف وإخراجي هي، قضينا أكثر من 50 يوم في التمارين في رمضان، وافتتحنا في أول أيام العيد تحديا لما حدث قبل يومين من العيد في الحادث الإجرامي في الكرادة والحوادث الأخرى. أقف أنا مع صار أنا ناس وسطاء لا باقيل ولا قاتل، أنا ناس باقي سنين وأيامنا وعمرنا مستقبلنا وثرواتنا قدامنا. ترجع قانون ليش العصابة وروح عاقبهم، حقق لنا العدالة والحرية والصدق، ما خلانا نعيش عميان حتى ما نشوف سرقات وفسادهم وجرائمهم. احنا لا عميان ولا عصابة، بس احنا نموذج من ضياع وطن ارخص شبيه ولا انسان. أهل الفن مصدر متعة وسعادة للناس، لكن حياتهم بين رضا وزعل، سفر وعمل، وهذا آخر ما وصلنا عنهم من أخبار. تتواجد الفنانة نسرين طافش حالياً بالجزائر وتحديداً بمدينة وهران الساحلية حتى تشارك فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي اللي انطلق يوم 22 من هذا الشهر. نسرين طافش اختارت البلوزة الوهرانية التقليدية لإطلالتها بهذا المهرجان، وكانت من تصميم الجزائري الفرنسي آيدن بالمهدي. كشفت الفنانة كندا علوش عن موافقتها على الاشتراك ببطولة الفيلم السينمائي الجديد الأصليين أمام الفنان خالد الصاوي. الفيلم من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد اللي قدم من قبل فيلم الفيل الأزرق، وقام ببطولة الفنانين خالد الصاوي وكندا علوش منى شلبي ومحمد ممدوح. يذكر أن الفيلم يجمع خالد الصاوي وكندا علوش بثاني تعاون لهم بعد نجاحهم بمسلسل أهل كايرو اللي تم عرضه قبل سنوات. اعتبرت الفنانة الواعدة ليلى عبدالله مسلسل بعد النهاية بمثابة الإضافة بالنسبة إلها، وأكدت أن هذا العمل الخليجي يحمل مواصفات عالمية على مستوى الشكل والمضمون. واعتبرت أيضاً أن هذا العمل شكل بداية جديدة للدراما الكويتية خصوصاً والخليجية عموماً. بعد مهرجان موازين تفتتح مطربة الجيل الجديد المغربية زينب أسامة أولى أمسيات فعاليات الدورة 9 لمهرجان أصوات نسائية واللي تنظم جمعية أصوات نسائية بتطوان. ومن المنتظر أن يحتضن فضاء المطار حفل زينب أسامة اللي رح يشهد عرض متنوع يضم عدة أغنية جديدة وقديمة.
كانت وهي صغيرة تلعب ترقص تغني وتمثل. العشر سنوات الأولى من حياتها كانت الفترة الذهبية بالنسبة لها، غنت كورال ورا مطربات مشهورات، لكن لما غنت المقام ارتفعت منزلتها ودارت الدنيا بيها لغاية ما صارت تمثل العراق بمحافل عديدة. التقيتها بعمان وهي بطريق عودتها إلى مقر إقامتها بهولندا ودردشنا سوية. سيدة المقام العراقي فريدة. ست فريدة أهلا وسهلا بيك بتراتشي. أهلا وسهلا بيك، شكرا جزيلا لدعوتكم الجميلة هذه اللي في برنامج تراتشي الشرقية. نورتينا يا عيوني. ووجودكم الطيب حبيبتي. رح نحكي عن بدايات الست فريدة. نعم. وأتوقع بولا لقاء ذكروا هذا الموضوع الشيق. أنا من كنت يعني من الابتدائية بدت عندي الهواية، هواية الغناء، التمثيل، الرقص. وكانت دائما فعالياتي بالمدرسة، يعني بحيث أي مدرسة أي مرحلة من الدراسة أدخلها أنا كنت لازم أجيب الكأس للمدرسة. ما شاء الله. أي فعلا، وكانت هذيك المرحلة نعيشها، أنا أسميها المرحلة الذهبية بصراحة. كانت المدارس تهتم بهذا الجانب، مدارسنا كان يعني ولو على حتى لو على أبسط الأشياء على مواد يعني هيك بسيطة جدا، لكن كنا نسوي أشياء كبيرة. صحيح. وفعلا يعني أنا في كل مرحلة دراسية كنت متميزة بالمدرسة، متميزة في كل مرحلة. فلذلك والدي الله يرحمه ووالدتي كانوا يعني يشجعوني ويشوفون عندي هذا الاندفاع، فكانوا ينطوني الفرص بحيث أجيب الطالبات بالسطح مال البيت مالتنا وأدربهم. مثلا أنا أسوي فعالية حتى من تأليفي. مثلا أسوي، أتذكر سويت تمثيلية أبو الفرارات. يعني شلون أبو الفرارات اللي يبيع بالشارع والأطفال يجون، سويت مالت شنة ومرت العم. هيك يعني فد فكرة، يعني أنا كنت أباوع على التمثيليات العراقية وأستنتج أو أستنبط منها أشياء حتى أني أجي أسويها كفعالية وأقدمها للمدرسة. إلى أن تخرجت من الثالث متوسط، فوالدي ووالدتي شافوا أنه أنا عندي هذا الطموح، بدأ طموحي يتوجه للموسيقى والغناء. واني طبعا دخلت الاذاعه والتلفزيون من كان عمري طفله، يعني مدى اتذكر عمري 11 سنه او 10 سنوات هيجي، يعني اتذكر طفلة يعني. اي ابويا مترجم بالاذاعه والتلفزيون، وكان ياخذني وياه، انا اتشلب وياه اروح على مود ابوع الفنانين، ادخل وياه للاستوديو، وكان في قسم الانصات يقدم برامج بالقسم الفارسي. رحت الى قسم الاطفال ايام عمو زكي، وكان الملحن الله يذكره بالخير نجم عبد الله، الاستاذ محمد عطا سعيد، لها ساتذكرهم. فكنا متونسه اني ويا الاطفال ونقدم برامج واغاني، كل الاغاني الاطفال اللي كانت تطلع بالتلفزيون، كان برنامج الصباحي للاطفال هذا كله كان باصواتكم يعني. مع اتذكر حنان عبد اللطيف، ماجد عبد الحاق، سهير، فؤاد، علاء محسن اللي موجود لحد الان. فكلنا احنا كنا فد جروب من الاطفال، احنا مو اطفال طبعا شباب، بس احنا شاي يسمونا قسم الاطفال. قسم الاطفال انا اشتغلت بعدين كان شفت نفسي مليت، يعني صار طموحي اكبر انه اريد اغني. دا اشوف نفسي انه اني اريد اغني، عندي امكانيه. صحيح. ولو كنت دورات اروح من يصير تمثيليات، يعني مثلا اختاروني في تمثيليه سفره مفاجاه مع الفنان الكبير يوسف العاني والفنانة الراحلة زينب الربيعي. راح نشوف ليش تجربة ثانية بالتمثيل لو خلص. لا خلص في ذيك الفترة يعني كانت يعني شلون أقول متهورة. أي تريدين تجربين كل شيء. كل شيء أريد أجرب. وفعلا مثلت. حبيتي التمثيل؟ حبيته، بس شفته مو طموحي هو هذا. مو انتي ما شفتي نفسك بيه. اي بس حبيت الغناء بعدين اكثر كل ما مرحله هذا. فلذلك بعدين انا رحت قدمت بالاختبار، بس انا كنت صغيره بالعمر وصوتي واسع. فالله يرحمه بوقتها استاذ طالب القرغلي
غنيت فسمعني انعجب بصوتي، كان يقول لي انت صوتك كلش حلو وراه عندك مستقبل، قال بس انت هل قدوتك وين نطلعك يعني على يا مسرح خليك. فقال لي ممكن يعني تطورين نفسك تثقلين، وانا بعدين تعبت على نفسي قمت اسمع واسمع الكاسيتات اسمع الاغاني اسمع كثير، بعدين تعينت في منشده في كورس في قسم الموسيقى. غنيتي انت كورس ايضا؟ اي طبعا هسه في اغاني المطربين حسين نعمه فاضل عواد رياض احمد الله يرحمه يعني سعدون جابر عزيزه جلال من اجتي للعراق عليا التونسيه، فانا كنت في هذيك المرحله يعني في مرحله، وهذه طبعا بالكورس أي. هذه خدمتني بصراحه يعني خدمتني في امر ما انه كيف اقف ورا الميكروفون التزام والصبر. كنا نتعب كثير تعرفين الأغنية ما تسجل بخمس دقائق وبعشر دقائق، كان يعني يوم كامل إحنا نسجل أغنية بعدين نروح نصورها، هذا كله صبر وتعب ونعيد الأغنية كم مرة، فهذا كله هم صقل للصوت. وإلى أن وصلت مرحلة تخرجت من الثالث كان لازم أروح أتعلم الموسيقى والغناء مو فقط حفظ، فكطالبة أدخل للمعهد إلى أن دخلت إلى معهد الدراسات الموسيقية. هنا تتوقعين الصقل صوت فريدة من بعدها تخصصتي بالمقام العراقي؟ لا هذا السبب؟ لا لا أنا في مرحلة ما كنت أعرف شنو المقام العراقي ولا عندي أي علم عنه. من دخلت للمعهد واختبرني الله يرحمه الأستاذ منير بشير وعن طريق أستاذي طبعاً أوجه له تحية من خلال قناتكم الموقرة الأستاذ علي الإمام، كان له الضلع الكبير في تقديمي إلى الأستاذ منير بشير، قال عندي هو كان يبحث عن صوت نسائي يهتم بالتراث وأنا شفت أسمع أغاني تراثية سليمة مراد زهور حسين أم كلثوم أغاني إيرانية تركية بحكم عمل والدي كان يجيب لي دائما كاسيتات أسمع أغاني إيرانية كلش تعجبني نوعتي بطريقة تنوعت فصارت عندي فد ميزة معينة بصوتي يعني حتى صوتي بدت مساحاته تصير كثيره احس نفسي انه كل شيء اي شيء صعب اقدر اديه، فبهاي المرحله صارت علي مسؤوليه يعني طبعا من الاستاذ منير بشير يقول لي روحي تعلمي مقام ودرسي مقام فلازم يعني زين. فبديت اصب كل جهودي على المقام العراقي. زين شنو المقام اللي تغنيه مثل ما تشربين المي؟ اني بالنسبه لي من احب المقام ويكون قريب إلى نفسي وأقدر أأدي يصير مثل شربة المي بالنسبة لي بالضبط، يعني الحجاز ديوان ايش قد صعب كلش صعب هذا وبي ميانات عالية وبي تنقلات كثيرة زين، لكن بالنسبة لي صار مثل شربة المي. ليش؟ لأنه استوعبته خلاص حبيته. نسمع شيء. يا ليل يا ما نهاك وذقت من الصبابة ما كفاك يا 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 ليل. هذا طبعا التحرير للمقام طبعا المقام طويل وهذا تعلمته على ايد استاذي اللي موجود ايضا بعمان ووجه له تحيه استاذي حسين الاعظمي، حقيقه استفادت منه كثيرا وحبيت مقام الحجاز زيوان بصوته وبشعر بالشعر اللي هو مختاره، فذلك اقول لك عندي مثل شربة المي. شوي نطلع عن المقامات. نعم. يقول لك الا ليت الشباب يعود يوما ببغداد، نقول وين يعود يوما الشباب؟ ما يعود. هي الحياه حلوه في بكل شيء حلو، كل شيء جميل وكل شيء مرتب وكل شيء منظم تكون الحياه حلوه، فلذلك احنا عشنا هذه المرحلة في
في أوروبا ونتمناها كنا تكون في العراق. شوف الناس الآن بالعراق يعني عايشين مآسي، عايشين القساوة، عاشوا قسوة، ولحد الآن إحنا بياقر عايشين وهم بعدهم الكهرباء ولا موسيقى ولا اهتمام ولا في تراجع دائما. فكيف يحبون الحياة حتى نفسيا حتى سايكولوجيا أو في كل شيء داخلهم هو أصبح مو جميل. يعني الحزن في قلبي دائما ودائما أحمل مشاعر العراق وأهلنا كلها دائما من خلال أداءاتي بالمقام بصراحة، وفي حفلات يعني في مهرجانات من أغني فأضطر أجيب كلمة بغداد وكلمة هاي الأزقة مال العراق، والهذه دمعتي بعيني دائما. يعني أنا لحد الآن هاي صار 20 سنة، يعني شو وقت راح نخدم بلدنا؟ شو وقت راح نقدم الشيء الحلو والجميل إلى بلدنا؟ زين نسمع شيء بصوتك البغداد أو العراق طبعا. على شواطئ دجلة مر، على شواطئ دجلة مر، يا منيتي وسط الفجر وقت الفجر شوفوا الطبيعة تزهي بديعة، شوفوا الطبيعة تزهي بديعة، بليلة ربيعة ويضوي البدر، يضوي البدر على شواطئ دجلة مر، وعلى شواطئ دجلة مر، يا منيتي وقت الفجر وقت الفجر. يا الله روعة روعة. برأيك الشخصي منو أجمل من غنت المقام العراقي؟ أنا سمعت إلى صديقة الملاية أدي بعض المقامات بشكل جميل، لأن صوتها هي كانت أصلا ملاية يعني بالغناء الديني والهذا، وبعدين غنت للمقامات. سليمة مراد بصراحة ما أدس مقامات كثيرة، مجرد بس جنس الحجاز في مقام البنجيقا، ف قالوا قارئة مقام، بس هي لا ما غنت مقامات. وأخيرا أنا من المعجبات بصوت الفنانة القديرة اللي اعتزلت مائدة نزهت، أدت 6 مقامات وأديت يعني مقامات كثيرة، يعني أكثر من 20 مقام، 25 مقام، وفريت العالم كله، يعني جولت في كل أنحاء العالم بأداءاتي المقامية، فطلعت من المحلي إلى العالمي. يعني نعتبر أنا مدى أقول عن نفسي بس أنا وأستاذ حسين الأعظمي أكثر اللي إحنا قدمنا المقامات حول العالم. زي إما تحبين تسمعين من شباب؟ أنا من معجبات بالمطربة شيرين، كلش أحب أغانيها، وطبعاً أم كلثوم بالدرجة الأولى يعني أم كلثوم. وفي أغاني يعني إذا أغنية حلوة تشدني أحب أسمعها يعني دائماً. بما أنك ذكرتي أم كلثوم نسمع مقطع صغير لأم كلثوم. أم كلثوم أوكي. يا فؤادي لا تسل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى، اسقني واشرب على أطلالي واروي عني طالما الدمع روى، كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا
من أحاديث الجواب. يسلم صوتك، أبدعتي. تسلمين حبيبتي، هذا مقطع من الإطلال اليوم كلثوم، كلش أحبه دائما. رددي. من أقعد أردد أحب أسمعه دائما. زين، قبل الختام فريدة ماذا تغني لأحفادها حتى ينامون؟ شوفي أني سعودي الحفيد الأول، دائماً أول ما بديت ما أعرف لحد الآن هي بإذني. طبعاً أني أغني كمغنية مقام، فش أسوي؟ لازم أنيمة أختار لمقامات. يعني مثلاً دل اللول يا سعودي، دل اللول يوم عدوك عليل وسايك الجول. بس انقهر علي خطيه ويبدي شي يسوي يسوي يقوم يدمع عيونه، فش اسوي؟ اقوم اغني له نامي 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 راح يجيك الحرامي ويذبح لك الحمامي. هي تطلع الكلمات من كيفها، صحيح. اي فاحفادي دائما اثنيناتهم اغني لهم دل اللول، هذني متعودين عليها بصراحه، وينطربون عليها وفعلا ينامون عليها هاي. اي بس خطيه انقهرون هي حزينه. الله يخليك يا رب. يا رب تسلمي لي. الله يحفظك. وانا كلش سعيده بلقائي وانا اسعد اليوم. واشكركم واشكر متابعتكم، وانا دائما يعني الشرقيه سباقه لمتابعه الفنانين اينما يكونوا، واشد على ايدهم ان شاء الله، اتمنى لهم دائما التطور والازدهار والتقدم بهذه القناه الرائعه اللي يتابعوها الملايين من الناس. انا كلش اشكرك واشكر حضورك واشكركم يعني. جزيلا شكر الجزيل لك والكادر التصوير. شكرا. بالبصرة أقامت رابطة مصطفى جمال الدين الثقافية أمسية شعرية خاصة بنخبة شبابية، قدموا دليل ملموس على أن القصيدة العمودية بالعراق لا تزال بخير. القصائد كانت وجدانية وطنية خالصة. عمار السعد من هناك وافانا بهذا التقرير. يتدحرجك شيطان فراغي سنن اللقاء، إذا الهوى في الباب منتدبا إلي وما فعل، وأعود أحضن فوهتي ودفاتري وأقول في سوح القتال من الغزل. أتفحص الأشياء دون دراية، هل في السفينة أشرع لا تبتدل. وهذه الليلة كانت مع نخبة من الشباب الشعراء الصاعدين، تغنوا في أكثر قصائدهم لشهداء العراق عامة ولشهداء الكرادة خاصة. اجتمعنا اليوم لنقول للحياة نحن موجودون، ونصدح جميعا بما يسيل العراق من دماء مجانية بلا رقابة من عين الساسة والسلطات. نتمنى حقيقة في هذه في النهاية أن يعم الأمن والسلام على هذا البلد الجريح الذي يعاني معاني، على هذه البلاد التي لا تحفظ أسماء أبنائها جيدا. طبعا الشكر موصول لقناة الشرقية وهي تواكب هذه الحاكة الثقافية، لها جزيل الشكر والامتنان. من ثورة الشعر حتى سورة الشعراء، لكم جبلنا على أحزاننا فقرا، وكم هدرنا دوين الصمت حنجرة تمارس اللبس في أخبارنا سيرا، وكم سفكنا على الأهوال صفصطة، وكم قعدنا قرونا نحسن الضجرا. ليس انبجاس الأماني فرض نافلة، ولا اختمار المعاني الندب والخدر. لقاء
قامت مثل هذه الملتقيات هي ضرورية وهي كمحاولة لصنع جنة صغيرة في هذا الجحيم الموجود في البلد. وحقيقة رابطة مصطفى جمال الدين الأدبية هي منذ تأسيسها منذ عامين في البصرة احتضنت الكثير من المواهب والنشاطات وكثير من نشاطات الشباب ليس في الشعر فقط وإنما في الفن وفي الكتابة في الرواية في كثير من المجالات. أنت تعرف أن الموهبة هي أشبه بالبذرة، فهذه البذرة تحتاج إلى تربة صالحة، تحتاج إلى سقي، تحتاج إلى رعاية حتى تنمو وتعطي ثمرة جيدة. فصراحة رابطة مصطفى جمال الدين قامت بهذه الأمور للمواهب، ولذلك أنتجت الكثير من الثمار التي لم نجنها اليوم سنجنيها لاحقا وسننتج جيل إبداعي. في آخر الليل أمشي نحو منطلقي لأرتقي مسرح الأحلام والأرقي، أمشي وأعبر ماء البحر مختنقا، هل من نبي لينجيني من الغرق؟ مد وجزر أنا، لا شيء يفصلني عني وكلي أسير الآن في طرقي. مد وجزر أنا، لا شيء يوقفني، رمل تحدث للأمواج عن قلقي، غيبوبتي رمز سر لست أحفظه، جربت كل تواريخي فلم أفقي. هؤلاء الشباب لهم عطائهم الإبداعي المفرح والمسر حقيقة، وأنا فوجئت ببعض الأصوات التي كتبت قصيدة ناضجة بهذا الوعي وبهذا، مع أن أعمارهم قصيرة. هذا اليوم انتهت، على الود والمحبة رح نلتقي الخميس الجاي. حتى ذاك الحين هاي تحياتي أنا شهد عماد وتحيات فريق عمل تراتشي بكل مكان. مع السلامة.